السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وكل الشعب المصري طيب وبخير وسعادة وفي أمان يا رب العالمين. النهاردة منتخب مصر بيكسب الراس الأخضر 3-0 وبينقذ رقابي اتحاد الكرة من الذبح. وانا بقول الكلام دوت عشان ان لو كان لا قدر الله حصل حاجه النهارده كانت كل الابواق هتطلع تهاجم اتحاد الكوره عشان الموسم اللي هو الجمل اللي كنا عايشين فيه وعشان اللعيبه اللي ما جاتش والانديه اللي من حقها تدي الراحه لعيبتها. واحنا شفنا الفتره اللي فاتت وامبارح حتى في المؤتمر الصحفي حسام حسن طالع يقول لك ان انا كنت عايز 3 ايام بس، ورغم كده لا الانديه وافقت ولا اتحاد قادر يسيطر على الانديه. طالما مش قادر تسيطر روح، فاحمد ربنا النهارده ان حسام حسن بينقذكم من الذبح والسلخ والاهانه. وانا بقول الكلام ده والاهانه لاتحاد الكره عشان ان هو عنده انديه بعينها هي الاهم من منتخب مصر، ولكن حسام حسن ولاعيبته النهارده الرجاله بتخليكوا تقعدوا تاني على الكراسي والفتره اللي جايه بقى تحضروا بقى والفتره اللي جايه بقى تعملوا فيها ان انتوا قلبكوا على قلب الاتحاد على قلب المنتخب وعلى قلب مصر. وللاسف الصوره والحقيقه غير كده خالص، الصوره والحقيقه غير كده خالص، انتوا مش قلبكوا الا على انديه بعينها بس. نرجع تاني للمباراه النهارده. اتفاجئنا النهارده بحسام حسن ان بيلعب بطريقه 4-3-3، بيلعب بدفندر واحد واتنين جنبه زيزو وتريزيجيه، ودي حاجة في الكرة المصرية الفترة الأخيرة مش متعرف عليها. وطبعا قدامهم محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، وطبعا ورا بقى رامي ربيعة مع حمدي فتحي اللي هو كان مفاجأة النهاردة يلعب في الحتة دي، وطبعا على الطرف محمد هاني هنا ومحمد حمدي هنا والشناوي حارس مرمى. فالشوط الاولاني مجمله ان انت مسيطر، بس انت الكورتين اللي انت رحت بيهم جبتهم جوان. يعني بصراحه الكورتين، سيبك من الكوره بتاعت مصطفى محمد اللي شاطها ما جاتش بين التلات خشبات، وطبعا المعلق قعد يهلل، وفي الكوره الثانيه اللي مرموش شاطها في الدقيقه 31 اللي بره برضه الجون طلعها وطلع الكورنر، انما ما كانش في حاجه حقيقيه غير الهدف بتاع رامي ربيعه واللي من خلال الكروس بتاع زيزو، والجون الثاني اللي هو مصطفى محمد صنع لعمر مرموش انفراد تام بالمرمى في الوقت بدل اول دقيقه في الوقت بدل الضايع، وقدرنا ان احنا نترجم حلاوه الشوط الاولاني بالهدفين دول. فدول ادوك طمأنينه وادوك ثقه، ونزلت الشوط الثاني. هنا بقى نقف ونقول المعدل البدني، فعلا المعدل البدني الشوط الثاني احنا واقفين على ال 18 بتاعنا وبنلعب على كره طويله لصلاح، كره لتريزيجيه، كره لعمر مرموش، ولكن الشوط الثاني بخبرات وقله مستوى الفرقه بتاعت الراس الاخضر قدرنا ان احنا نسيطر ونخطف الجون اللي هو الثالث بعد نزول مصطفى فتحي وابراهيم عادل. طبعا الشوط الاولاني زي ما قلنا يمكن كان فيه استحواذ وبتاع وشكلي والكلام دوت، انما الايجابيه على الجون كانت ضعيفه غير الهدفين. ولكن مع بدايه موسم زي كده التمس العذر لكل اللعيبه والجهاز الفني، لازم نلتمس لهم العذر بجد يعني. وعايز اقول ان بجد فوز النهارده بينقذ اتحاد الكوره كله، لان احنا اتحاد الكوره ده بجد لازم يمشي، يعني الفترة اللي جاية دي لازم يمشي، ما يقعدش تاني ما يكملش، لأن عنده الأندية أهم من منتخب مصر. احنا النهاردة لو كان حصل حاجة كان كل مصر كلها هتطلع تهاجمهم، وكل مصر النهاردة لازم يعني الهجوم كان هيبقى شرس جدا وكان هيبقى فيه موقف، والموقف ده كان ممكن إن هم يمشوا بدري، لأن مش حاطين منتخب مصر في حساباتهم. حسام حسن واللعيبة النهاردة هم اللي انقذوا الموقف اللي هو الشديد ده. هنقول بدايه موفقه، هنقول حسام حسن النهارده قدر ان هو الى حد ما
بيثبت اقدامه كمدير فني، لعب بطريقه فاجئتنا كلنا، واعتقد ان مفيش محلل الكوره في مصر كان هيتخيل التشكيل ده والطريقه اللي هو لعب بيها ده، لان دايما هيقول لك هلعب باتنين ديفندرات، لان برضو على اخر دورتين ان الفرقه دي هي الحصان الاسود بتاعه البطوله الافريقيه سواء الاخيره دي او اللي قبليها، فبرضو فرقه تحترم وفرقه كانت يعني تعمل لها مليون حساب يعني. ولكن النهارده اعتقد بعد الفوز ده انت كده ان شاء الله هتلعب يوم الثلاث مع بتسوانا باذن الله، تكسب الماتش ده باذن الله خلاص انت ضمنت ان شاء الله الصعود للبطوله في المغرب. فانا بحيي حسام حسن وبحيي اللعيبه وبقول لمجلس اداره الاتحاد كفايه بقى بجد كفايه، يعني الفوز ده عشان اللي اتحقق النهارده، انتوا انا عارف انتوا هتنسبوا لنفسيكم والتخطيط والمشرف العام، اذا كان المشرف العام ما بيروحش اصلا، يعني المشرف على المنتخب ما بيروحش اصلا، فيا ريت بقى الفتره اللي جايه دي شيلوا ايديكم سواء من جدول الدوري سواء من التنظيم بتاع الدوري سواء من كل حاجه، وسيبوا بقى الناس اللي جايه دي هي اللي ان شاء الله تنظم، يعني هي اللي تنظم وهي اللي تدير بقى، لان انتوا بصراحه الفتره اللي فاتت دي عك في عك في عك في عك، فان شاء الله عايزين نشوف وجوه جديده بقى باذن الله، وده بقى من خلال سياده الوزير وخلال الدوله بقى بجد يعني، وخلال الانديه بتاعت الجمعيات العموميه دي اللي هم بيروحوا ومعرفش بتدوا الناس دي بناء على ايه، لا لعب كوره ولا حتى اللي لعب كوره فيه ملوش اي بصمه، يعني الاثنين اللي لعبوا كوره ما لهمش اي بصمه، واهو فشل ذريع خرجنا من افريقيا وخرجنا من الاولمبيات وي 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 وكل الكلام ده. فقريت بقى الفتره اللي جايه ده نجيب اتحاد بجد يكون ناس لعب الكوره، في محمود طاهر، في طاهر ابو زيد، في مصطفى يونس، في ناس بتحب البلد بجد، بتحب البلد بجد، اعملوا لجنه، سيبك بقى من الانتخابات، اعملوا لجنه، ابعد عن الانديه والجامعات العموميه اللي هي بتيجي تتعشى وتنام وتاخد الوجبه وتاخد الشيك وتمشي، لا مش عايزين الكلام ده بقى بصراحه، احنا عايزين بقى ناس تخطط الفتره اللي جايه دي، المغرب مش احسن مننا، الجزائر مش احسن مننا، تونس مش احسن مننا، احنا احسن من اي حد، بس احنا عايزين التنظيم وعايزين الراجل المناسب في المكان المناسب. مش هقول اكتر من كده، هقول بس مبروك لمصر، مبروك الفوز يا حسام، مبروك الفوز للاعيبه مصر الرجاله، وانت النهارده بفوزك ده انقذت اتحاد الكره بكل الجانب. فان شاء الله اشوفكم في فيديو قريب، وكل سنه وانتم طيبين وموسم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كلنا بنبارك طبعا لمنتخب مصر، زي ما قلت لكم منتخب مصر هو فوق اي نادي، مفيش حاجه اسمها نادي فلان فوق الجميع، لا المنتخب مصر هو فوق الجميع وفوق الانديه كلها، بس يا ريت نمشي صح في اللي احنا بنعمله. بالنسبه بيقول عليه رضا عبد العال ان يا ريت اتحاد الكره يمشي كفايه كده، فعلا كفايه عليهم كده يغوروا في 60 داهيه، اذا كان فيهم اتنين لعيبه بيفهموا مين هم اللعيبه اللي بيفهموا، بركات وحازم امام اللي ما بيتكلمش ولا بيفتح بقه غير علشان مصلحة النادي الأهلي، بركات اللي طالع يقولك بكل بجاحة محدش يزايد على وطنية النادي الأهلي، ليه إن شاء الله محدش يزايد على وطنية النادي الأهلي، مع أن النادي الأهلي من الأول وفي الآخر هو اللي بيمنع لعبته تروح المنتخب، محدش بيعمل كده غير النادي الأهلي، ومحدش بيقدر يتكلم، خلاص كله قفل بقه وخلاص على كده. فهنعمل ايه؟ ادينا ساكتين ومستنيين يا اما يغوروا في 60 داهيه يا اما حد يتدخل. بيقولك طاهر ابو زيد عايزين الوجوه اللي تحب مصلحه البلد، منهم طاهر ابو زيد ومنهم مصطفى يونس، الناس اللي بتحب مصلحه البلد. طب يا ترى طاهر ابو زيد لما كان وزير الشباب والرياضه وطلع فساد في النادي الاهلي اتعمل له ايه؟ قعد في مكانه؟ لا، مشي من مكانه واداره النادي الاهلي قعدت. شفتوا الفساد وصل لغاية فين؟ يبقى حال الكرة مش هتصلح غير لما المنظومة كلها على بعضها تتصلح، ووزير الشباب والرياضة أصلا
يتغير ويتصلح ويبقى بيعمل لمصلحة البلد بس. نروح لأزمة أحمد حجازي ويوجه رسالة غضب بعد مغادرته معسكر منتخب مصر، بيقولك لم أعتذر. رد أحمد حجازي لاعب ومدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم على ما يتردد بشأن اعتذاره عن عدم المشاركة مع الفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا، كما أوضح حقيقة المشادة التي حدثت مع المدرب حسام حسن. مين اللي قال إن هو اعتذر؟ حسام حسن وجهازه علشان يبرروا موقفهم، لكن طلع كسفهم. من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 25. علمت بعض المصادر أن أحمد حجازي قرر مغادرة معسكر منتخب مصر لظروف خاصة به، وتفهم الجهاز الفني ذلك. نشر أحمد حجازي في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: لم أعتذر عن معسكر المنتخب، تم استبعادي من المدير الفني لمنتخب مصر صباح اليوم، وللرد على موقف مباراة أمس لم أعتذر أيضا على عدم المشاركة. المشادة كانت رد فعل على كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني وعلى مرأى ومسمع من الجميع. وعلى مدار 13 سنة في منتخب مصر ولعب 100 مباراة دولية لم يصدر مني تصرف سلبي، ودائما مصلحة المنتخب أهم من أي شيء بالنسبة لي، وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. ده اللي بيقوله أحمد حجازي. أحمد حجازي علشان محسوب على نادي الزمالك، لكن لو كان إمام عاشور وطلع وزعق في حسام حسن وشوح له، وشوية وشوية هيضربه بالكوتش اللي في رجله، والكل طالع يبرر في الإعلام المزيف إعلام العار، طالع يبرر ان هو غضب ملاعب، هو كان عايز يكمل. يعني انت بتبرر غلط وبتيجي لأحمد حجازي اللي اتقال في حقه كلام قبل ما يدخل المباراة، وكل اللي عمله ان هو غضب بس، وكمان بتطلعه ان هو عايز يمشي ومش عايز ينضم للمنتخب. ده كل ده ليه؟ ما تعرفوش. هنفضل في الحالة دي لغاية امتى؟ طول ما المنتخب بالمنظر ده هتفضل حال الكرة المصرية في مصر من سيء لأسوأ. طبعا بالفرقة الجميلة دي اللي كسبت امبارح نتمنى انها تكمل وتواصل رغم اللي بيحصل في الرياضة، لكن اللعيبة رجالة بجد. تحية كبيرة لمنتخب مصر العظيم، منتخب مصر اللي فوق الجميع، وتحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم اللي ما بيبخلش ابدا في يوم من الايام ان هو يودي لعبته تحت اي ظرف، حتى لو كان داخل بطولات. منتخب مصر عنده اولا ومحدش يزايد، لكن يطلع لنا واحد طبال اسمه محمد بركات، هو مش طبال، هو طبال بيطبل يعني، ويقول لك محدش يزايد على وطنية الاهلي. انت عضو في اتحاد الكرة، انت عضو في اكبر منظومة رياضية اتحاد الكرة، بتتكلم بلسان النادي الاهلي، يبقى دي كرة؟ يبقى الفساد وصل لغاية فين لما واحد من داخل اتحاد الكرة بيدافع باستماتة عن النادي الاهلي رغم الفساد اللي فيه، رغم ان الكل شايف ان هما بيمنعوا لعبتهم ويطلعوهم من المعسكرات في عز ما المنتخب بيبقى عايزه، ويقولك ايه؟ قال اصلي محدش يزايد على الوطنية. طب امام عاشور ما راحش ليه؟ قالك مصاب. طب المصاب ده لعب المباراة بتاعت الاهلي اللي فاتت ليه؟ حد يعرف؟ لا، لكن محدش يقدر يتكلم، محدش يزايد على وطنية النادي الاهلي يا جماعة، مش هنودي اللعيبة بس محدش يزايد على وطنية النادي الاهلي. حد يقدر يتكلم؟ محدش يقدر يتكلم. عايزين حد يتكلم بقى، وعايزين الناس تطلع تقول المنظومة الرياضية دي بتسعى للبلد مش بتسعى لنادي او حد. تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم، وتحية كبيرة لجمهور نادي الزمالك المحترم المثقف الواعي، نادي البطولات اللي بالحلال، نادي البطولات اللي بجد.